سعد السفير صقر أبو شتان، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، معالي الشيخ فيصل محمود ملك صباح، أمين عام مجلس التجاري الأردني سيد نبيل عبد الله، مساء الخير عليكم. أنا لي الشرف اليوم أكون موجودة. وين النشام والنشميات؟ ارفعوهم إيديكم. بدي أشكر حضوركم، بدي أشكر كل الصحات الموجودة، بدي أشكر الليدرز باند، فرقتي بقيادة المايسترو بهاء الداوود، بدي أشكركم لوجودكم. هذا شيء قليل نقدمه لدولة الكويت الحبيبة، الدولة اللي تنفست فيها أول نفس فيها مولدي. حابة أقدم لكم أغنية خاصة إهداء من الجالية ومني ومن كل الشعب الأردني للحبيبة الكويت. كلمات عبد الله العماني، ألحان فهد الناصر. وجيت جانا من بلادي وجابني لجلج فؤادي.